بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في برنامجكم الأسبوعي برنامج رويال كلينيك. نتحدث اليوم عن مشكلة السمنة، وهي من أكبر المشكلات التي تقابل الكثير من الفتيات أو النساء أو الشباب أو البنات. مشكلة السمنة من أخطر المشكلات اللي بتقابلنا في العيادات وفي مراكز التجميل ومراكز علاج السمنة. اليوم نتحدث عن جزئية محددة في علاج السمنة، وهي السمنة الموضعية. السمنة الموضعية هي واحدة من أخطر المشاكل والأكثر المشاكل شيوعا التي تقابل وتضايق كثير من المرضى. مشكلة السمنة الموضعية، لو جينا نتكلم عن السمنة الموضعية لابد أن نفرق بين السمنة الموضعية والسمنة العامة. يعني السمنة، عندما نتحدث عن السمنة هناك نوعين من السمنة. السمنة العامة هو زيادة الوزن عن المعدل الطبيعي والمناسب للسن والمرحلة العمرية. أما السمنة الموضعية فهو تراكم الدهون في مناطق معينة بالجسم بطريقة غير متناسقة. إيه هي أسباب السمنة الموضعية؟ أسباب السمنة الموضعية، في أول الأسباب هي أسباب وراثية. لو إحنا لاحظنا إن إحنا كمصريين عندنا سمت معين لتراكم أو توزيع الدهون في الجسم، يعني إحنا لو لاحظنا دايما البنات أو الستات بعد الجواز أو بعد الولادة هنجد أن السمنة تتجمع في معظم أو حوالي 80% من السيدات. السمنة تتجمع في منطقة البطن والساقين أو البطن والأرداف. السمنة في هذه المنطقة هي أكثر شيوعا، حوالي 80% من السيدات تعاني من السمنة، وهي تسبب لهم الضيق والأرق وتجمع الدهون بطريقة غير مناسبة. وطبعا عند الرجال نجد شكل السمنة بيختلف عنه عن السيدات. نجد أن السمنة في الرجال تتجمع في منطقة البطن والثدي. طيب دي وراثة. الوراثة هل يمكن تغيير هذه الأسباب الوراثية أو الشكل المصاحب لكل فئة سواء كانت ذكور أو إناث؟ ده اللي احنا موضوع حديثنا في هذه الحلقة بالتفصيل. هل هناك وسائل جراحية أو وسائل غير جراحية؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه. ولكن يبقى هذا السبب الأساسي هو السبب الوراثي، ده رقم واحد. عندنا عند كل جنس له صفات وله طبائعه التي تناسبه. السبب الثاني في تراكم الدهون في مناطق خاصة البطن أو البطن هو تكرار الولادات عند السيدات. تكرار الولادات عند السيدات بيؤدي إلى تراكم الدهون في منطقة البطن، مع إضافة خطأ أو مشكلة تانية هي مشكلة الترهل. نجد أن مرة تانية خاصة ما تكون الولادة بتكون سكشن نجد أو قيصري، نجد أن السمنة بيصاحبها ترهل في الجلد. طيب هل ليها حل السمنة؟ مشكلة الجلد المترهل ومشكلة التفتحات والستريتش مارك اللي بتظهر مع الولادة وتجمع الدهون في هذا المكان، بالطبع ليها مشاكل، لها المشكلة دي لها حل، والحل ده بيكون نتائجه ممتازة جدا، خاصة إذا بدأ العلاج في مراحل مبكرة. يعني من الخطأ الشائع دايما نقول لك ان بعد الولاده ما بنعملش جلسات، اصلا اما بعد ما هعالجها هيحصل حمل تاني وهدي تاني. لا، احنا بنقول ان انا مبدا مرحله مبكره بعد كل ولاده سواء كانت طبيعيه او قيصريه، انا ببقى عارف اللي بيحصل، الترهل بيحصل، التجمع الدهون بيحصل، ضعف في عضله البطن بيحصل، فبنبدا نعمل كورس لتحسين الوضع في هذه المنطقه او كورس من الجلسات بعد كل ولاده سواء كانت طبيعيه او قيصريه. ببدا اعمل تقويه للعضله، ببدا اقلل تجمع الدهون او اعمل اذابه للدهون في هذه المنطقه باي طريقه، ونبدا نتعامل مع الستريتش مارك او التفتحات اللي بتظهر او الترهلات اللي بتظهر بعد الولاده. يبقى احنا اول الاسباب هو الوراثه، وتاني هذه الأسباب هي الولادات المتكررة سواء كانت طبيعية أو قيصرية. السبب الثالث هو العادات الغذائية الخاطئة. من أكثر العادات التي تؤدي إلى تجمع الدهون في مناطق معينة من الجسم هو الإكثار في تناول النشويات، الفاست فود بأنواعه والجانك فود. الحاجات دي كلها بنلقى أن الدهون بتتجمع في منطقة البطن خاصة، فطبعا لابد أن احنا نعدل هذه العادات. يعني احنا دايما ما بنيجي نتعامل مع مشكلة السمنة لابد أن نحدد سبب هذه المشكلة ابتداء، ثم بعد ذلك في فترة اتباع النظام الغذائي أو الدايت، إلى جانب إذا كنا هنعمل بقى أي طريقة من طرق علاج السمنة الموضعية، لابد أن نتوقف على الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، ثم بعد ذلك نحاول في فترة الدايت أن نعدل من هذه الأخطاء. إذا كانت هذه الأخطاء متعلقة بالباد هابت أو عاداتنا الغذائية الخاطئة أو اللايف ستايل بتاعنا اللي هو مش سليم، لابد أن احنا نحدد أن الهدف دايما، ودي من النقاط التي نركز عنها دايما في أول مقابلة لينا مع المريض
المريض في لما بنقعد معاه عشان نعمل تقييم للحاله نشوف ايه اسباب السمنه، لابد ان يتضح معانا، بنوضح للعيان ان احنا الهدف في الفتره اللي انا بتابع فيها الدايت وبعمل فيها الدايت ان انا الهدف الاساسي ان انا اعدل احدد الاخطاء ثم اغيرها، اعدد او احدد الاسباب التي ادت الى تجمع الدهون او زياده الوزن العام او الى غير هذه المشكلات، ثم بعد ذلك نعدل هذه الصفات، نعدل هذه الصفات. لو احنا دايما، انا بقول للعيان دايما الفتره اللي انا بتابع فيها ببقى متابع فيها نظام غذائي مع وتابع مع طبيب متخصص في السمنه في العياده او في المركز بتاعه، بكون انا محدد ايه الاهداف بتاعتي، ايه الاهداف بتاعتي ان انا بعمل بأطبق كل بعالج كل الاخطاء اللي عندي واتبع اسلوب جديد ثم استمر عليه. دايما انا بشبهها ان هي فتره الامتياز للطبيب او فتره التربيه العملي للمدرس، ان هو بيتابع مع دكتور بيتعرف منه على نمط الحياة الصحيح، بيتلاشى كل الأخطاء اللي كان بيقع فيها في الفترة السابقة ثم يستمر عليها مدى الحياة. مدى الحياة مش بمعنى كده ان هو يدني طول عمره ماشي على دايت وثلاث مع، لا ده احنا بنقول ان العادات بتتعدل، بيبقى فيه اتساق، بنفتح شوية في كميات الأكل ولكن بعد تحقيق النزول المطلوب. يبقى ده الهدف الأساسي في ان انا اتبع نظام غذائي واتابع مع دكتور في مراكز علاج السمنة، ان اعدل نمط حياتي، اعدل نمط حياتي واستمر على ذلك بعد انقاص الوزن. يعني ده من الاخطاء الشائعه واللي بيقع فيها كثير، ان هو مجرد اللي بيصل للوزن المثالي، اول ما بيصل للوزن المثالي او الوزن اللي بيرضيه ينقطع بدون تثبيت، بدون فتره التثبيت، او ان هو يبدا يعود مره اخرى للاخطاء التي كان يقع فيها قبل ذلك، بالتالي هيبدا الوزن يزيد تدريجي. عشان كده دايما بنقول لابد ان انا اكون محدد عندي، ودي دايما بحب ااكد عليها مع العيان، ان احنا نحدد الهدف من ذلك ان نغير نمط الحياه الى نمط صحي. اما عند سن الاطفال من 3 إلى 9 سنين او 10 سنين نجد تظهر اثر الخلل الهرموني عند الاطفال الذكور، يظهر ظاهره التثدي، التثدي او ان هو يبدا يظهر للطفل ثدي. طبعا الثدي بالحجم الكبير ده مش ليست صفه ذكوريه ولكن صفه انثويه، ده بيكون سببه ان زياده هرمون الاستروجين عند الذكور. يمكن معانا صور بنعرضها هنلاقي حجم صدر الطفل مختلف، مش هو الشكل الطبيعي المناسب للاطفال الذكور في هذا الوقت. حدث تغير في شكل الثدي، ودي نقطه خطيره جدا انا دايما بحب اهمس في اذن كل ام لخطوره هذه الجزئيه، ولابد ان تنتبه مع الاطفال خاصه الذكور اذا حدث زياده في الوزن غير المعدل الطبيعي في السن الصغير ان تتفحص، لابد ان يحدث فحص للطفل. ليه؟ طالما الثدي بدا حجمه يزيد عن الوضع الطبيعي او شكله مش الشكل المناسب للذكوره، للاسف بيحدث خلل في المنطقه حجم العضو الذكري عند الاطفال. انا يعني شيء من الامور اللي لفتت الانتباه، جالي طفل في المركز، الطفل ده عنده ضمور في العضو الذكري. دكتور من احد الدكاتره المعالجين قال له لا ده هرمونات الذكوره بتاعته الولد ده مش ولد، ده عنده يعني محتاج عمليه تحويل. راحت لدكتور تاني، جراح تاني كان امهر من الاول، قال لا ده احنا الطفل ده عنده سمنه في منطقه اسفل البطن. وبالفعل لما بدانا نعمل نظام غذائي والولد وزنه بدا ينزل، حدث تحسن ملحوظ. يعني بنقول ان الدنيا بدات تختلف خالص، اللي احنا بنقوله ان لابد الانتباه اي ام او اي اب، لان احنا يعني طبيعتنا كمجتمع محافظ ان هناك اذا كبر بدا الطفل بدا حجم سنه يزيد شويه بيكون في نوع من الحياء شويه، او ان احنا ما بننتبهش لهذه الجزئيه. دايما بقول حدث تغير في حجم الثدي لابد ان يتم فحص الطفل عن طبيب ذكوره او حاجه زي كده، لان غالبا بيصاحبها ضمور في العضو الذكري. طبعا المشكله دي مشكله خطيره جدا جدا، احنا بيجي لنا طلبه في الثانوي وطلبه ما اكتشفوش الجزئيه دي الا في مراحل متاخره. طبعا احنا عشان كده بنقول ان خطوره سمنه البطن لابد من الاكتشاف المبكر، خاصه السمنه عند الاطفال، ودي يمكن افردنا ليها قبل ذلك حلقه خاصه عن سمنه الاطفال لخطورتها. طب هل التغير الهرموني ده بيحدث عند الذكور زي ما لا ده احنا بنقول عند الفتيات، وتاثيره ايضا تاثير خطير جدا. يمكن كثير من الفتيات او كثير من البنات ما عندما يحدث زيادة في السمنة في منطقة البطن، تجمع أكبر كمية كبيرة من الدهون في منطقة البطن، يحدث شيء يسمى التكيس المبايض، البي سي او. تكيس المبايض ده تجمع الدهون حوالين، بيحدث تأخير في الحمل بعد الزواج. يمكن بتيجي لنا في المركز حالات كتيرة جدا كل ما في الأمر ما بيحدثش حمل، تروح على دكاترة النساء
يحدث ما فيش اي حاجه تمنع الحمل الا ان في تجمع في تكيس في المبايض. نبدا مع برامج انقاص الوزن وعلاج السمنه الموضعيه باجهزه الليزر او الاجهزه الحديثه. مع انقاص الوزن يحدث بفضل من عند الله عز وجل ويحدث الحمل. ربنا يرزق كل محروم من هذا الامر ويحدث الحمل بفضل الله عز وجل. فاللي احنا بنقول ان الخلل الهرموني دي جزئيه خطيره جدا، عشان كده دايما بنقول ان السمنه الموضعيه هي اخطر انواع السمنه على الاطلاق، اخطر انواع السمنه على الاطلاق. وهذه فعشان كده لابد البنات دايما تنتبه، الامهات دايما تبقى عينها دايما مع اولادها ما نهملش. مش معنى ان انا بحب اولادي ان انا ابالغ او اصرف في اعطائهم الفاست فود والاكلات الهاي كالوريز، لا، احنا لابد ان نقنن هذه الامور. فالحب يقتضي علينا احيانا ان نلزم ابنائنا بالنظام الصحي او كل او نمنعهم من كل ما يضر الصحه. ثالث هذه الامور ايضا في الخلل الهرموني، ان الدراسات العلميه اثبتت ان كثير من الرجال بعد الزواج ان هناك عندما تكون هناك سمنه في منطقه البطن تؤثر على القدره الزوجيه، القدره الجنسيه. ودي طبعا دي ظاهره ملحوظه. فعشان كده احنا بنوضح ان سمنه البطن هي اخطر انواع السمن عند الذكور وعند الاناث، عند السيدات عند الفتيات. فلابد ان ننتبه من مشكله علاج السمن ده. من الى جانب الاخطار الصحيه الثانيه، ان وجدوا ان مرضى الضغط والسكر ان سمنه البطن لها علاقه مباشره باصابه بالضغط ومعدل زياده امراض القلب. كذلك ايضا الخشونه، دايما الخشونه دايما السيدات خاصه ان الامر يكون واضح عندهم، ان كلما زاد السمنه في البطن او حجم كميه الدهون الموجوده في منطقه البطن يزيد او بيزيد معدل الاصابه بالخشونه او الام الخشونه او الاعراض المصاحبه لخشونه المفاصل. يبقى دي اكثر الاخطار الصحيه شيوعا. لو جينا بقى للاثر النفسي، دايما اي واحد او اي واحده تحب دايما تبقى جميله، تحب تبقى اسمر، تبقى رشيقه، يبقى في تناسق في الجسم. انا دايما بقول انا ممكن وزني 90 وجسمي متناسق، وزني 65 كل حته في ناحيه، شكل اللي وزنها شكلها 90 او اللي شكله 90 وجسمه متناسق اجمل واحسن نفسيا لي. عشان كده انا دايما بقول انا يهمني التناسق، يهمني يبقى في تناسق مع انقاص الوزن. دي نوع من التخسيس وده نوع من التخسيس. ان انا وزني ينزل ده السمنه العامه، وزني 100 يبقى 80 يبقى 70. لكن الحاجه الثانيه دايما لابد ان يسير الطريقين في نفس التوقيت. يعني من الخطا الشائع برضو اللي ان مرضى كثير او بعض الزملاء المعالجين ما ينتبهش ان السمنه الموضعيه، لا ده انا ابدا في علاج السمنه الموضعيه من اول يوم ببدا في الدايت تنظيم انقاص الوزن العام. لابد ان يكون هناك تناغم بين النظام الغذائي الذي ينقص السمنه العامه وبين علاج السمنه الموضعيه التي تحدث التناسق في الجسم. طيب الاثار النفسيه دايما اي واحده، يمكن المشكله دي بتقابل كثير، بتقابلنا كتير قوي في المراكز. تيجي لنا عيان يقول لك يا دكتور انا اتخنقت من الدايت. ليه؟ هي كل اللي مضايقها منطقه البطن او الارداف او الجناب او الظهر ايا كان، هي راحت تعمل دايت ولكن في بعد فتره شهرين او ثلاثه خسرت 10 15 كيلو، بس المنطقه اللي هي عايزاها تخس ما خستش. التناسق اللي هي كانت بتدور عليه مش متناسق، شكل اللبس عليها مش مظبوط، الحته دي مش متناسقه مع الحته دي. يمكن بتشوف حالات كتير قوي بعدم التناسق او عدم السيمتريه، ده بيعمل ضيق نفسي عند كثير من الفتيات اكثر من الذكور حقيقه. ولكن احنا بنقول المشكله هنا ان احنا مشينا في طريق وما مشيناش في الطريق الثاني. ان انا مشيت في انقاص الوزن بالطريقه العامه، هو انقاص الوزن العام باتباع النظام الغذائي او اتباع الحميه الغذائيه وممارسه الرياضه، ولكن هذا اسلوب ينقص بدون تنسيق. التنسيق له علاج للسمنه الموضعيه، وده يمكن جزئيه علاج السمنه الموضعيه وطرق علاج السمنه الموضعيه وايه الاحدث وايه الافضل وامتى استعمل الطريقه دي وامتى استعمل الطريقه دي، يمكن هي دي الجزئيه اللي احنا هنتحدث عنها بعد الفاصل ان شاء الله. كل اللي بتحلم بيه في مستشفى رويال هتلاقيه. احدث جهاز لشفط الدهون اللي هيخلصك من السمنه تماما في اسرع وقت وباقل تكلفه. احدث جهاز ليزر في مصر لازاله بوال الساقين بدون جراحه. احدث جهاز لازاله الشعر الزائد، ده غير حضانات الاطفال وعيادات الجلديه والليزر والعلاج الطبيعي وغرفه العمليات المجهزه والاقامه والعنايه المركزه ومعمل تحاليل طبية. مش قلتلك كل اللي بتحلم بيه في مستشفى رويال هتلاقيه. للحجز والاستعلام اتصل على 01-4-88-7-44 او 055-23-570. مشاهدينا الكرام عدنا اليكم. تحدثنا في قبل الفاصل عن اسباب السمنة الموضعية
مخاطر السمنه الموضعيه، وقلنا ان من اكتر المخاطر اللي احنا دايما بنعاني منها ومشاكلها كتيره قوي ان هي الخلل الهرموني، كذلك الاثار النفسيه للسمنه، ان دايما اي واحده تحب انها تبقى جميله كل ما تقف قدامها هي تحس ان الحته دي مضايقاها. عشان كده دايما بقول لازم امشي في طريق الحل الصحيح. ثالث هذه المشاكل الخطيره جدا لعلاج السمنه الموضعيه هي الاثار الاجتماعيه. الزمن اللي احنا فيه، الانفتاح اللي احنا عايشين فيه، الدش الانترنت خلى يحدث نوع من المقارنه بين ما يراه الرجال في الدش وعلى الانترنت وفي الشوارع وما يراه في المنزل. اذا لم يكن هناك اهتمام داخل المنزل بشياك باناقه المراه وتناسقها ووزنها ورشاقتها، يحدث نوع بقى من عدم الرضا، يظهر اثر ذلك في المشاكل الداخليه، يظهر اثر ذلك في الزواج الثاني والثالث والامور هذه الامور. فهذه مشكله حقيقه مؤثره جدا. يمكن مشاكل اثر هذه المشكله، مشكله السمنه والسمنه الموضعيه وعدم الاهتمام بتناسق الجسم، اثرها بتجينا حاجات كتير قوي. عشان كده انا دايما بحذر كل مريضه ان لابد من الاهتمام بهذا الامر. طب ايه هي بقى طرق العلاج السمنه الموضعيه؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه في الدقائق الباقيه من وقت البرنامج. اول هذه الوسائل اللي هي الوسائل الغير جراحيه، يعني انا دايما بقول انا لازم افرق بين وسائل علاج السمنه الموضعيه وعلاج السمنه العامه. هناك وسائل السمنه العامه، انقاص الوزن، وسائل مساعده جنب النظام الغذائي. احنا بنقول رقم واحد الاساس عندنا في انقاص الوزن، الاساس عندنا النظام الغذائي، نظام غذائي يقنن السعرات الحراريه اللي تدخل الجسم. وسائل مساعده في انقاص الوزن العام دي منها بقى حاجات زي بالون المعده، منها زي تدبيس المعده، تحويل المسار، دي كل الامور دي بتساعد، الهدف منها ان هي انقاص السعرات التي تنقص الوزن. وهذه الطرق او الوسائل تنقص الوزن عامه بدون تنسيق، عشان برضو مش نقع نفس الغلطه، لانه بيجي لنا عيان كتير دكتور انا عايز اعمل، انا مضايق من البطن عايز اعمل بالون معده او تحويل مسار. ماشي، دي ليها طريقه وليها عيان مواصفات معينه، مش كل عيان هو اللي بيختار الوسيله اللي يتعالج بيها. يعني عيان دايما بقول له انت ادخل العيان اعرض مشكلتك والدكتور هو اللي بيحدد لك، انا اللي بحدد لك ايه اللي يناسبك، امتى استعمل بالون المعده، امتى استعمل تدبيس المعده او تحويل المسار، امتى الجا لشفط الدهون، امتى الجا للطرق غير الجراحيه. فاحنا عايزين نحدد الطريق الصحيح، السمنه العامه، انقاص الوزن العام، وزن 120 عايزه يبقى 100 عايزه يبقى 80، لازم انظم اكلي، ممكن بعض الحاجات المساعده زي بالون المعده، زي تدبيس المعده، زي تحويل المسار، كل هذه الطرق تهدف الى انقاص الوزن العام ولكن بدون تنسيق. التنسيق له طرق جراحيه زي شفط الدهون. شفط الدهون ده عمليه تجميليه من الاساس اللي الهدف منها تنسيق القوام، ليست عمليه لانقاص الوزن. يعني دي من الاخطاء الشائعه جدا جدا، ان احنا يقول لك يجي لك العيان متخيل ان هو هيدخل عمليه شفط الدهون دي هيبقى وزنه 120 هيطلع يبقى وزنه 80 كيلو. لا، احنا بنقول ان شفط الدهون الهدف منها احداث التنسيق، يعني انا عندي منطقه غير متناسقه او منطقه فيها ترهل في بعض الحالات الشديده بيفضل فيها او يكون الافضل فيها هو شفط الدهون مع شد مثلا في منطقه البطن، خاصه عند السيدات مع تكرار الولادات القيصريه او مع زياده الوزن الشديده يحدث ترهل. حجم الجلد بقى حجمه كبير فعلا، يعني ده مش هيصلح فيها. ده عشان كده دايما انا بقول لازم الدكتور هو اللي بيقيم الحاله وهو الذي يضع البرنامج. يمكن احنا كان حرصنا في مركز رويال دايما ان احنا نوفر جميع التقنيات والوسائل الحديثه في مكان واحد ليلقى المريض كل ما يحتاجه في مكان واحد. يمكن احنا مركز رويال بنوفر فيه كل ما يحتاجه مريض السمنه.